في وصفه جميله قوي 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 للامساك. تعالي كل يوم بالليل خدي زبادي عليه رده تمام وثلاثه قراصيا وبرتقانايه. زبادي ورده عليه رده وثلاثه قراصيا الرده عشان الرده بتسحب ميه وانا عايزه الميه والبرتقان والقراصيا من الحاجات الملينات تمام. والصبح خدي البوس الجليسرين. بس هستمر على الوصفه دي مش يوم ولا يومين. احنا هنا بنتكلم عن الناس اللي عندها امساك مزمن. ايوه. واللي هي خلاص مش عارفه ترجع الاحساس. هي ما بقاش بيجي لها الاحساس خالص، هي بقت بتعمل كل حاجه مانيوال او بالادويه. ايوه. استمر عليها قد ايه يا دكتور؟ شهر. 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 لكن اللبوس الجريسلين على الصبح كده هو لسه نازل هيبدا يومه وتروح الشغل لا ما هو اللبوس الجريسلين هيقعد في التويلت. اه. مش ما هو انت اللبوسه بتجيب نتيجه بعد 10 دقائق. 10 دقائق. اه. لكن على مدار اليوم مش هتعمل لي اي قلق او اي دي حالا. اه. اه دي حاجه حالا، دي مش ملين، مش زي الملينات اللي انا مش عارفه هخش تويلت امتى، لا دي بجيب حالا.